اليوم نسأل عن النصوص الشعرية. نعم. أعرف قصائدك اللي تكتبها، لكن محاولاتك قليلة بكتابة النص الغنائي. نعم بالفعل. ممكن يكون عندك أسباب خاصة. إيه أكو أسباب خاصة. بأن أنت ما تكتب النص الغنائي. شنت أكتبه صراحة. وصارت يعني أكثر من عمل مع مطربين سعوديين وملحنين عراقيين مثل غسان الشامي وغيره وغيره، لكن وصلت لمرحلة معينة لأسباب خاصة للأمانة ابتعدت عن النص الغنائي. ابتعدت عن النص. اكتفيت فقط بكتابة النص العمودي والقصيدة بصورة عامة. وإذا طلبوا من عندك أستاذ معنا أنك نص غنائي تكتب؟ للأمانة شوف خلي أقول لك شغلة، إحنا ما منغلقين بعيدا عن الشاعرية وعن التدين وهذه التفاصيل. وكنا نحب الطرب ونحب الكيف، واليوم الموسيقى هي غذاء الروح. انا بالنسبه للاستاذ مهند حتى خاف جزء هذا الكلام يجوز راح يقول كبرتني. لا لا بالعكس. انا وعيت على الدنيا قدامنا استاذ مهند فنان كبير عراقي مهم نجم بذاك وقت بالتسعينات، فانا اتشرف، لكن كلامي على قول تهنى البدو كلامه ما يصير اثنين. ما تنازل عن الرأي، تبقى على القصائد. بس لازم 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 اذا اكو اشياء تجربه حلوه نعكس هذا في الشيء زي. اي بس يعني شلون اكو اسباب خاصه بي اعرف هي انه مكتفي بكتابه القصيده بالعكس هذا شيء حلو الغنائيه الدامي. نعم هذه التفاصيل. بالنسبه لك القصيده الشعر الغنائي يصير اسهل لك، لان يكتب القصيده وصول يصير عنده الشعر الغنائي سهل وياك. بس بنفس الوقت انا اشوف يعني من اصدقاء اللي هم بدينا شعراء منصه وشعراء قصيده من اتجهوا للنص الغنائي، وانت تعرف هذا الموضوع انت تكتب استاذ احمد، الاتجاه للنص الغنائي والكثره به تضعف من كتابتك بالقصيده حقيقه. اليوم الجمله اللي انت كنت حاب تخليها بالقصيده تقول لا والله هذه تضرب بالنص، خليها خليها بالنص، فراح تتجاهل القصيده، لان القصيده تحسب لك فقط، اما النص الغنائي انتشاره اكثر فراح طبعاً. تركز على النص الغنائي اكثر من القصيده، تبتعد عن القصيده وهذا غالبا. بس هم يعني هم لازم يسوي توازن، قناعات يسوي توازن. لا لا هاي قناعاتك انا طبعا احترمها اكيد. الله يسلمك. بس قصدي لازم يسوي توازن بهالموضوع، لان يعني الاغنيه الان بيها معنى كبير صحيح. وتوصل للناس بالفعل. توصل للأجيال خصوصاً فنكم أستاذ مهند. اي طبعاً أكون رسالة هو بالذات فنكم كان يعني ولا حد الآن أغانيكم عايشة وفنكم عايش لأن بالطريق الصحيح والنص حقيقة. كنتوا أنتوا تتعبون حتى تختارون النص الغنائي. هسه ممكن بالاستوديو يكتب عشرات النصوص بنص ساعة. هسه النص الغنائي سهل جداً والله صحيح.